بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هواوي ميت 10 لايت موديله RNEL21. طبعا على برنامج ال EFT هنروح على هواوي FRB ناخذ الكم نكتب موديل الجهاز RNEL21 هذا هو. تمام. الآن أنا أحتاج إني أعمل تيست بوينت على الجهاز. نكبر الشاشة بس. طبعا هذا هو الجهاز في عليه رمز. انا راح اطفي الجهاز. تمام. نجي على الجهاز. الجهاز مثل ما ذكرت طافي. انا بس هشيل الصاجة عشان البطارية. افصل البطارية وركبها في الجهاز. في تيست بوينت خلينا نشوفه. وضح الصورة. تمام. في تيست بوينت اللي هي رابع رجل جنب الرجل الكبيرة. يعني اذا نجي على تمام بهذا الشكل. رابع رجل. يعني اذا نجيب التويزر. وين التويزر؟ وين التويزر؟ هذا التويزر. اذا نجيب التويزر حنحط رابع رجل. 1 2 3 الرابع مع الارضي ونوصل فيه الكمبيوتر. تمام. هنجيب بس الكابل. شوف فين المايكرو. تمام. البطارية راكبة. رابع رجل مثل ما ذكرت. هاي الأرضي وأوصل. تمام. الجهاز لازم يكون أخذ معي كوم 1. أرجع على الدونجل وأشوف أنا
هذا هو اخذ معي كوم 1 يجي على الدونجل مثل ما ذكرت هواوي اف ار بي كوم 1 نكتب الموديل نختار نعمل ستارت ما أخذ نعمل ستوب تمام مرة ثانية نحط التست بوينت اوكي اخذ معي ستارت ريستينج اف ار بي اوكي تمام الان افصل من الكمبيوتر اشيل البطارية ارجع اركب شغل الجهاز ويعمل factory resetting انا بس يخلص كمان اعطاني خيار السكيب اعطاني خيار السكيب على الواي فاي
فإذا خلاص فتح معي more more accept خطوات setup as new skip okay not now تمام. مت 10 لايت شفنا مع بعض طريقة فك الإيميل. تحياتي للجميع، أنا أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.